ان الاحمال بتاعه السيزون اكبر، وان احنا المفروض لما نيجي نصمم اي حيطه من الحوائط اللي موجوده هنصممها على السيزميك لود لان ده الاخطر. النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه السكشن، وغالبا هيبقى فيه اضافي هحدده معاك في اخر الميتنج خالص. فتعالى كده يا باشمهندس افكرك بالمساله اللي كانت معانا. كان معانا بلان في مجموعه من الاعمده واربع شروال، وكان مطلوب منك اول حاجه انك تحسب الاوفر تيرنينج مومنت نتيجه الويند والسيزميك، وده حسبناه المره اللي فاتت. بعد كده كان عايز بقى يصمم الوول اللي اسمها دبليو واحد، يجيب الاسترينج اكشن عليها ويصممها ديزاين كامل. احنا النهارده هنعمل الخطوه رقم 2، او دلوقتي هنعمل الخطوه رقم 2، هنحسب التريننج اكشن على وول واحد، وحتى مش هنحسبها كامله، احنا هنحسب بس الاحمال اللي على وول واحد نتيجه الاف بيز. والسيكشن الجاي ان شاء الله اول حاجه هنعملها فيه ان احنا هنجمع بقى الاحمال دي على وول واحد ونجيب التريننج اكشن عليها كامله، وبعد كده نعمل لها ديزاين ونرسم تفاصيل التسليم. يبقى السكشن بتاع النهارده بس هعلمك ازاي تاخد او ازاي تجيب نصيب كل شيرول من دول من الاف بيز اللي انت حسبتها. فتعالى كده نفتكر مع بعض خطوات الحل بتاعت المساله عامله ازاي. اول خطوه كنا بنحسب الويند لود، ودي كنا بنحسب فيها حاجتين، البي اي والام اوفر تيرن، حسبناهم المره اللي فاتت في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. الخطوة الثانية حساب السيزميك لود، ودي حسبنا فيها الاف بيز كانت طلعت معانا 1805، واتفقنا ان الاف بيز دي بتكون التيمت لان القانون اصلا بيطلع الاف بيز التيمت، ولو عايز تحولها لوركينج تقسمها على 1 و4. وحسبنا الام اوفر تيرن اللي هو المومنت الناتج من الاف بيز، واتفقنا ان المومنت ده عشان يتحسب ليه طريقتين، يا طريقة اكزاكت يا طريقة ابروكسيمت. احنا دايما بنحل بالطريقة الابروكسيمت اللي هو نضرب في تلتين الاتش. وبعد كده المفروض ان احنا قارنا المومنتات ده ايه بالمومنتات بتاعت الويند بعد ما حولنا طبعا المومنت بتاع السيزميك لوركينج، وطلع ان السيزميك هو الاكبر، فقلنا هنكمل بيه. التكملة الجاية دي بقى انسى الام اوفر تيرنينج اللي انت جبتها دي، دي انت جبتها بس عشان تقارنها بالويند، غير كده خلاص مهمتها خلصت. هكمل بمين؟ بالاف بيز بس. يبقى اول ملحوظه يا باشمهندس تاخد بالك منها ان انت بعد خطوه السيزميك لود كنت حاسب ام اوفر تيرنينج في الخطوه دي، لازمتها ايه؟ ان بقارنها بالام اوفر تيرنينج بتاعت الرياح بس، واضمن 100% ان السيزميك هي الاكبر. وبعدين انسى الام اوفر تيرنينج دي خالص، وانا هكمل المساله باف بيز بقى. مشكلتي بقى الاف بيز اللي انا جبتها دي اف بيز توتال للمبنى، يعني المبنى كله عليه قوه اف بيز في اتجاه اكس وقوه اف بيز في اتجاه واي، واتفقنا ان الاتجاهين القوه متساويه، عشان ده من ضمن عيوب الريسبونس سبيكترم زي ما قلنا المره اللي فاتت. النهارده بقى انا جاي اعمل ايه؟ الاف بيز اللي معانا دي الحيطه دبليو واحد شايله منها قد ايه؟ والحيطه دبليو اتنين شايله منها قد ايه؟ هل الاتنين شايلين قد بعض؟ طب الاف بيز دي بتتنقل للحوايط كقوه بس ولا بنحسب حاجه تانية؟ فده الموضوع بتاع السكشن بتاع النهارده. فعشان نحسب كل حيطه من دول واخده قد ايه من الاف بيز، بنحسب شويه خطوات اللي هي الخطوات الجايه دي. الخطوه اللي عليها الدور بنحسب حاجه اسمها البروبرتيز اوف سكشن اللي هو اي اكس واي واي، ودي زودها على الخطوات بتاعت المساله اللي فاتت، انا بس كنت نسيت اكتبها. يعني انت تلاقي كانت الخطوه رقم 3 عندك في البي دي اف السنتر اوف ماس، لا قبلها بنجيب حاجه اسمها البروبرتيز اوف سكشن اللي هي اي اكس واي واي. الخطوه الرابعه بقى السنتر اوف ماس
والسنتر اوف ريجيديتي. الخطوه الخامسه توزيع الاف بيز على الولز، ده اللي انا عايز اعمله. يعني اللي فوق ده تمهيدي للخطوه خمسه. الخطوه السادسه، ودي موضوع السكشن الجاي ان شاء الله، انا جبت الاف بيز على الحيطه، يعني جبت نصيب الحيطه من الاف بيز، عايز اصممها بقى. عشان تصممها بتحسب لها حاجه اسمها ستريننج اكشن، مومنت ونورمال. الخطوه السابعه ستريننج اكشن، بتروح تصمم على الفليتشر وشير. الخطوه الثامنه والاخيره ترسم الريفورسمنت ديتيل. يعتبر سيكشن النهارده متعلق بخطوه رقم 3 و4 و5، والخطوه رقم 5 دي اهم خطوه فيهم. طب تعالى كده نبدا في المساله بتاعتنا بالخطوه رقم 3، حساب البروبرتيز اوف سيكشن اللي هو الاي اكس والاي واي. انا عندي في البلان بتاعي في حوائط راسيه وحوائط افقيه. بعد الحيطه الرئاسيه كعرض اسمها بي، والدبس بتاع الحيطه الرئاسيه اسمه تي، والعكس بالافق. واتفقنا المره اللي فاتت من المقدمه بتاعه الزلازل ان اي شير وول بتشيل في اتجاهها الطويل، يعني الحيطه دايما الانيرشيا بتاعتها عاليه في الاتجاه الطويل بتاعها، فتلاقي ان الحيطه تحب يجي لها الاحمال في الاتجاه الطويل وما بتشيلش اي احمال في الاتجاه الصغير. فالحيطه الرئاسيه دي بتشيل مومنت في الاتجاه الطويل، والحيطه الافقيه برضو بتشيل مومنت في الاتجاه الطويل عشان الريجيديتي بتاعتها في الاتجاه الطويل كبير. طب لو اعتبرنا ان الحيطه الرئاسيه دي ده محور اكس ليها، لان ده اكس وده واي، الراسي واي والافق اكس، يبقى المومنت اللي بيدور ده اسمه ام ايه؟ اسمه ام اكس، لانه بيدور حوالين محور اكس. يبقى ده المومنت اللي اسمه ام اكس. يبقى الحيطه الراسيه بتقدر تشيل مومنت في اتجاه طويل، وعشان المومنت ده بيدور حوالين محور اكس سميناه ام اكس. طب الحيطة الأفقية برضو بتشيل مومنت في الاتجاه الطويل، بس لو جينا رسمنا المحاور للحيطة دي فهلاقي إن المومنت ده بيدور حوالين المحور الرأسي مش الأفقي. المحور الرأسي بنسميه إيه؟ بنسميه واي. يبقى المومنت ده اسمه إيه؟ مومنت بيدور حوالين محور واي، يبقى اسمه إم واي. يبقى من الاخر يا باشمهندس، اي حيطه رئاسيه بتشيل ام اكس، واي حيطه افقيه بتشيل ام واي. كلام جميل. انا مش عايز المومنتات اصلا، انا عايز احسب الاي. كان عندنا بقى في خرسانه وفي ماتيريال عموما، وخدتها السنه دي في الفاونديشن، ان الاستريس اي استريس ناتج من مومنت، فالستريس بيساوي المومنت على اي في واي. طب لو المومنت كان اسمه ام اكس فيبقى ام اكس على اي اكس في واي. يعني اللي بيقاوم ام اكس ايه؟ الانيرشيا في اتجاه اكس، اي اكس. يبقى اللي بيقاوم ام اكس اي اكس. فعشان كده الحيطه اللي عليها ام اكس هحسب لها، يبقى الحيطة اللي عليها ام اكس هحسب لها اي اكس بس. طب الاي اكس بيساوي ايه؟ الانيرشيا حوالين محور اكس موازي فعبودي تكعيب على ال 12، يعني بي في تي تكعيب على ال 12.
طب الحلو ده احسب لها واي؟ لا تقريبا واي اصلا بيساوي صفر، الانيرشيا بتاعتها صغيره قوي في اتجاه واي. يبقى الحيطه الرئاسيه بتشيل ام اكس وبحسب لها اي اكس. العرض الصغير في الطول الطويل تكعيب على الاتناشر. الحيطة الأفقية دي بتشيل مومنت في اتجاه واي. طب الانيرشيا اللي بتقاوم مومنت واي ده اسمه ايه؟ اسمه اي واي، لان ام واي على اي واي في اكس، فاللي بيقاوم ام واي اي واي، وبالتالي يبقى الحيطة الأفقية هحسب لها اي واي. اي واي بقى بيتحسب ازاي؟ الموازي المحور واي اللي هو البي في العمود على محور واي تكعيب اللي هو تي تكعيب على الاتناشر، والحيطة الأفقية ده اهي تقريبا الاي اكس بتاعتها بصفر. يبقى الخلاصة يا باشمهندس، أي حيطة رأسية بتشيل مومنت في اتجاه اكس وبنحسب لها اي اكس اللي هو الطول الصغير الكبير. صوت حضرتك بيقطع يا صوت باشمهندس. بيقطع، صوت بيقطع صح؟ طب مظبوط كده؟ لا بيقطع برضه. مظبوط، سمعناها على مرحلتين. طيب كده مظبوط؟ مظبوط كده. حصية؟ لا مش مظبوط كده. مش مظبوط، ما انا سامع، انا سامع. دي مشكلة في النت تقريبا. مظبوط يا جماعة. هتكلم كده ولو قطع انا سامع يعني، فهقف. الحيطة الرئاسية بتشيل مومنت اكس وبنحسب لها اي اكس. الحيطة الأفقية بتشيل مومنت واي وبنحسب لها اي واي. اي اي في دول هو الطول الصغير في الطول الكبير تكعيب على ال 12. طب ما تيجي نعمل الخطوة دي للمسألة اللي معانا. احنا عندنا أربع حوايط، أول حيطة اسمها أول واحد، دي رأسية ولا أفقية؟ دي رأسية، وبالتالي هحسب لها أي إكس. الطول الصغير في الطول الكبير تكعيب على الاتناشر. طب ده الحيطة الأول واحد دي دبي واحد، عرضها بتلاتة من عشرة، هو اللي مديني سمك جميع الحوايط بتلاتة من عشرة، والدبس بتاعها بستة، هو اللي مديني برضه. يبقى تلاتة من عشرة في ستة تكعيب على الاتناشر يديك خمسة وأربعة. اشمعنى حسبت لها اي اكس؟ لأنها حيطة رأسية. طب بالنسبة لأول اتنين برضه حيطة رأسية، هحسب لها برضه اي اكس. تلاتة من عشرة عرضها في خمسة متر طولها، هو اللي مديني برضه. يبقى تلاتة من عشرة في خمسة تكعيب على الاتناشر بيساوي 3.125 متر أس 4. ناقص لي الحيطة دبليو 3 ودبليو 4، الحتتين دول أفقيين وعرضهم ب3 من 10 وطولهم هما الاتنين ب6. فلو عايزين نجيب وول 3 وول 4 دي حوائط أفقية، بحسب لهم أي واي، والاتنين متساويين لأنهم نفس الأبعاد. يبقى بي في تي تكعيب على الاتناشر العرض اللي هو بتلاتة من عشرة في التي اللي هو بستة تكعيب على الاتناشر يديك خمسة وأربعة من عشرة متر أس 4.
وبكده سعادتك حسبت خصائص الحوايط اللي موجوده عندك. يبقى الخطوه دي خاصه بالحوايط بس، بحسب الحوايط الرئيسيه اي اكس والحوايط الافقيه اي واي وشكرا. حد عنده مشكله في ده يا جماعه؟ الخطوه اللي بعدها الخطوه رقم 4 الماس والسنتر الخطوه دي في الحقيقه او بره في الشغل يعني ما بنعملهاش اصلا، لان برنامج الاتاب بيحسب الاثنين دول، بيحسب سنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيد. احنا في الامتحان مطالبين نحسبهم بقى. تعال الاول نعرف يعني ايه السنتر اوف ماس، وقبل ما نحسب السنتر اوف ماس او السنتر اوف ريجيد فانا بفرض الديتم، بفرض ديتم راسي وافق. الديتم الراسي بيمر بسنتر لاين العمدان اللي على الشمال، والديتم الافقي بيمر بسنتر لاين العمدان اللي تحت. بفرض ديتم راسي وديتم افقي، وبعد كده بحسب السنتر اوف ماس. بكتب على كل حيطه الاي اللي حسبتها، يعني حسبت الحوايط الراسيه اي اكس فكتبت عليهم اي اكس، حسبت الحوايط الافقيه اي واي فكتبت عليهم ايه اي واي. ايه هو بقى تعريف السنتر اوف ماس اصلا؟ بيقول لك ان السقف اللي معاك ده عليه شوية أحمال فيرتيكال على الأعمدة وعلى الشروط. الأحمال دي كلها اللي موجودة في الأعمدة والشروط عايز أجيب محصلتها، يعني عايز أجيب النقطة اللي بتأثر فيها محصلة الأحمال دي، بنسمي النقطة دي سنتر أوف ماس. يبقى السنتر اوف ماس تعرفه ايه؟ مركز الكتلة او مركز الاحمال، المركز اللي بتأثر فيه جميع الاحمال الرأسية، او بنسميه كمان المركز اللي بتأثر فيه اف بيس. ما انا قايل لك المرة اللي فاتت ان الاف بيس لو بتوزعها بالطريقة الاكزاكت فالمفروض كل سقف ياخد قيمة من الاف بيز. القوة بقى اللي هي الاف بيز اللي في السقف الواحد دي بتأثر في أي حتة في السقف بالظبط؟ قال لك بتأثر في حاجة اسمها السنتر اوف ماس. طب احسبه ازاي؟ المفروض انك تحسبه، لو عايز تحسبه بالطريقة الاكزاكت فانت تجيب السنتر بتاع الاحمال دي، يعني يبقى معاك الاحمال، الاحمال كلها بتاعت العمدان والشروال الرئيسيه، وتروح تضرب كل حمل في مسافته اكس وكل حمل في مسافته اكس وهكذا، وتقسم على مجموع الاحمال، تجيب بعد السي جي او بعد السنتر اوف ماس عن محور واي، وتعمل نفس الكلام في المحور الثاني، يعني تمسك كل حمل تضربه في المسافه واي بتاعته، كل حمل في المسافة واي عن الديتم، كل حمل في المسافة واي عن الديتم، وبعد كده تقسم على سمشن الأحمال تجيب الواي بتاع المحصلة. كده أنت جبت الإكس بتاعت المحصلة والواي، وده اللي الإتاب بيعمله، بيحسب السنتر أوف ماس من حساب السنتر بتاع الأحمال. طب إحنا في الامتحان معناش الأحمال أصلا، مش هيديك الاعمال الفيرتيكال بتاع كل ده، فهنعمل ايه؟
قال لك بنعتبر للسهولة ان سنتر الاحمال هو سنتر المساحة، وعلى فكرة بره غالبا بيطلع كده فعلا، بيطلع قريب من كده ان سنتر الاحمال تقريبا هو سنتر المساحة. طب احنا بقى المسألة بتاعتنا بقى استراكشر، بقى عندنا مساحة 24 في 17 عايزين نجيب السنتر بتاعها، للأسف المساحة دي جواها فتحة، فالفتحة دي هتخلي السنتر يتنقل شوية، ما هوش في النص بالظبط. طب اجيب السنتر بتاع المساحة ازاي؟ قال لك بنجيب السنتر بتاع المساحة بقانونين، واحد يجيب لك الاكس اللي هو بعد السنتر بتاع المساحة عن محور واي، فده اكس، وواحد بيجيب لك الواي اللي هو بعد السنتر بتاع المساحة عن محور اكس. يعني من الاخر انا عايز اجيب سنتر اوف ماس هنا كده مثلا، فعايز احسب له الاكس بتاعته قد ايه عشان اجيب مكانه بالظبط، فبنسمي دي الاكس بتاع السنتر اوف ماس، وعايز اجيب الواي بتاعته قد ايه، وهعملها بطريقه تقريبيه ان اعتبر ان السنتر ده هو نفس سنتر المساحه. فالقانون بتاع الاستراكشر كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك لو عايز تحسب الاكس لمساحه معينه، افرض دي طم احنا فارضين اهو، وقول ان الاكس بتساوي مجموع المساحات في بعدها عن محور واي، كل مساحه بعدها عن محور واي على مجموع المساحات. الكلام ده لو كان عندك مساحات بتنجمع، يعني مساحات كتير وكلهم مساحات كلهم بلاطات، امال لو انت عندك بلاطه وجواها فراغ، او لو كان عندك شكل وجواه فتحه، ما كناش بنجمع، كنا بنطرح. فقال لك يبقى الاكس بتاع السنتر اوف مات بيساوي ايه؟ لو هنطبق في المثال بتاعنا، اول اريا اللي هي الاريا الكبيره 24 في 17 يبقى بيساوي 24 في 17، دي اول اريا عايز اضربها في الاكس بتاعتها. هي المساحه الكبيره دي بعد اكس بتاعها بكام؟ دي مستطيل، فبعد الاكس بتاعه نص العرض ده، يعني نص ال 24. عشان تجيب بعد السي جي بتاع المساحه الكبيره عن محور واي اللي هي الاكس بتاعت المساحه، يبقى الكلام ده مضروب في 12. لو كان عندي مساحه تانيه او بلاطه تانيه بشكل تاني، كنت هجمع على الكلام ده المساحه في الاكس بتاعتها، بس للاسف انا عندي فراغ، يعني انا جبت المسافه، جبت المسافه بتاعت البلاطه كلها باعتبار ان مفيش فراغ. عايز بقى اخد تاثير الفراغ ده، فيقول لك ناقص مساحه الفراغ اللي هي 4 في الطول ده اللي هو 5 مضروبه في الاكس بتاعت السي جي بتاع الفراغ. طب ما الفراغ ده السي جي بتاعه في النص اهو، بعد الاكس بتاعه بكام عن الدوم اللي انت فرضه؟ 6 زائد 6 اللي هي دي المسافه دي، يعني دي 6 زائد الحته ده ايه؟ زائد الحته دي 6 زائد المسافه دي زائد المسافه دي، جبت كده البعد بتاع مين؟ بتاع الفتحه. طب المسافه الاولانيه دي اللي هي من السنتر لحد بدايه الفتحه بكام؟ اذا كان من السنتر للسنتر ب6 والفتحه 4 متر، يبقى الحته اللي باقيه دي كام؟ 2 متر، فيبقى ده كده 2. طب المسافه من بدايه الفتحه لحد السنتر بتاعها بكام دي؟ ده كلها 4، فيبقى دي 2. يبقى المسافه من سنتر الفتحه لحد الضيطم
ستة واتنين واتنين يعني بعشرة. فقال لك خلاص يبقى انت هتضرب خمسة في اربعة مضروبة في عشرة، يبقى انا بجيب كل المساحة في بعد السي جي بتاعها عن الداتم اللي انا فرضه، بقسم على سمشن الاريا. سمشن الاريا اللي هي مجموع المساحات، بس انا عندي مساحة كبيرة ومساحة فراغ، فقال لك يبقى طرح المساحات يبقى 24 في 17 ناقص 5 في 4، يطلع ان الكلام ده بيساوي 12 واحد من 10 متر. ايه اللي انا جبته ده؟ بعد المحصلة اللي انا عايزها عن محور واي اللي هو الاكس بتاع السنتر اوف ماس، جبت الطول ده ب 12 واحد من 10، يعني ما طلعش في النص بالظبط، لان النص بالظبط 12، ده هو اطرحها المسافة واحد من 10 نتيجة وجود الفتحة. لو عايز تجيب الواي فنفس النظام بالظبط، هيساوي كل مساحة في بعدها عن محور اكس اللي هو الواي بتاعتها، فيبقى 24 في 17، انا بتكلم عن مساحة كبيرة، بعد السي جي بتاعها عن محور اكس بكام؟ بدون وجود اي فراغ، انا بتكلم عن مساحة كبيرة بس، فهو مستطيل. بعده عن اللي تحت، يعني بعد السي جي بتاعه عن الحتة اللي تحت نص الطول ده، يعني 17 على 2 يطلع معاك ب 8.5. هطرح منه الفتحة برضو كمساحة، هطرح منه الفتحة كمساحة مضروبة في الواي بتاعتها. طب المسافة واي بتاع الفتحة دي بكام؟ انا عايز اجيب الواي دي اللي هي من سنتر لاين الفتحة لحد تحت بكام؟ دي بستة زائد نص الارتفاع ده توصل للسنتر. طب الارتفاع ده بكام؟ بخمسة، يبقى نص اتنين ونص، يبقى المسافة من سنتر الفتحة لحد تحت خالص بستة زائد اتنين ونص بتمانية ونص، فيبقى فيه تمانية ونص على مجموع المساحات، هيطلع الرقم ده بتمانية ونص. والكلام ده منطقي. ليه منطقي؟ لان السي جي بتاع الفتحة في النص، في نص ال 17، والسي جي بتاع الشكل بالكامل برضو في النص، فبالتالي الفتحة مش هتأثر على السي جي في حاجة، فيطلع ان السي جي بتاع السنتر اوف ماس برضو في نص الارتفاع. كده حسبت الاكس بتاع السنتر اوف ماس والواي بتاع السنتر اوف ماس. حد عنده مشكلة ده يا جماعة استراكشر؟ حد مش فاهم ده؟ يا شباب لو حد مش فاهم يوقفني. الناس معايا طيب؟ كده حسبت السنتر اوف ماس، وفاضل لي احسب السنتر اوف ريجيديتي. السنتر اوف ماس زي ما قلت لك تعريفه هو المركز اللي بيأثر فيه الأحمال الرأسية وأحمال الرياح، بيأثر فيه الحاجتين، ده السنتر اوف ماس. طب لو عايز أعرف السنتر اوف ريجيديتي، قبل ما أعرفه تعال نوقع السنتر اوف ماس اللي احنا جبناه. أنا جبت الإكس ب 12 واحد، فيبقى هنا موجود السنتر اوف ماس على الخط ده. طب هي انهي نقطة بالظبط؟ انا جبت الواي ب 8.5، فتقوم جاي راسم ديتهم كمان كده او سنتر لاين. نقطة التقاطع بتاعتهم ده ايه؟ اسمها السنتر اوف ماس. عايزين بقى نجيب السنتر اوف ريجيديتي اللي هو مركز الكثاءة او مركز الانرجيا او مركز الحوائط اللي بتقاوم الزلازل، وبالتالي اسمه مركز المقاومة. الأربع أسماء صح.
مركز جسيئة الشي رول، وجسيئة الشي رول بتتحسب من الانرجي، فاسمه مركز الانرجي. وطالما هو خاص بالشي رول فاسمه مركز الحوائط، مركز الحوائط اللي الحوائط بتقاوم بيه الزلزال. يعني مجموعة الحوائط دي هي كمان بتقاوم الزلزال في نقطة، لو الزلزال بيأثر في نقطة اسمها السنتر اوف ماس، فالحوائط بتاعتنا بتقاوم الزلزال برضو في نقطة اسمها السنتر اوف ريجيديتي. طب احسبه ازاي ده؟ قال لك بيتحسب من قوانين. وخد بالك انك لما بتيجي تحسب الكلام ده بتهمل الاعمده خالص، بعتبر ان الحوائط هي اللي شايله الاف بي، هي اللي شايله حمل الزلازل. فقال لك لو عايز تحسب الاكس بتاع السنتر اوف ريجيديتي والواي، الكلام ده ليه علاقه شويه بالانرجيا بتاع الحيطه. فيقول لك الاكس بتاع السنتر اوف ريجيديتي بيساوي مجموع الاي اكس في الاكس على مجموع الاي اكس. يعني هجيب كل شير وول ليها اي اكس اضربها في اكس، ايه الاكس ده؟ بعد الحيطه اللي هي اي اكس عن الديتم اللي انت فرضه، بعد الحيطه ذات نفسها عن الديتم اللي انت فرضه. كل بقى حيطه لها اي اكس هضربها في الاكس بتاعتها، واجمع الكلام ده يبقى ده البسط، وقاسم على مجموع الاي اكسات في البلان كله. تعال نطبق في الكلام ده، يبقى الكلام ده بيساوي، تبص في البلان ما تلاقيش ان غير ان في حتتين بس ليهم اي اكس، اللي هو الواحد والاثنين، فدول اللي هيخلصوا لي حوار الاكس سنتر اوف ريجيدي. اول حيطه الاي اكس بتاعتها بخمسة واربعة، طب مسافتها عن الديتم قد ايه؟ خد بالك طالما اي اكس فانت بتحسب اكس، لان اي اكس مضروبه في اكس، فيبقى مسافتها عن الديتم قد ايه؟ 6. يبقى 5 و4 في 6. الحيطه الثانيه اللي لها اي اكس اللي هي دبليو 2، الاي اكس بتاعتها 3.125. طب الاكس بتاعتها بكام؟ ب24، يبقى زائد 3.125 في 24. هقسم الكلام ده على مجموع الاي اكس، يعني 5 و4 زائد 3.125، هيطلع معاك ان الاكس بتاع السنتر اوريجيدي ب 12.6. كده حسب ده خلاص. طب لو عايز تحسب الواي هعوض في القانون ده، سمشن اي واي واي على سمشن اي واي، يعني تجيب لكل حيطه موجود لها الاي واي، كل حيطه تحسب لها الاي واي، تضرب الاي واي بتاعتها في بعد الحيطه عن الديتم اللي انت فرضه، بس البعد المره دي واي مش اكس، واقسم على مجموع الاي واي لجميع الحوائط الموجوده في البلاد. فالكلام ده بيساوي أول حيطة اللي هي أول 3، الأي واي بتاعتها بخمسة وأربعة. طيب أنا بتكلم دلوقتي على الورقة، سامعيني يا جماعة؟ أه معاك يا هندسة. تمام، أنا بتكلم دلوقتي على الأول 4، فالاي بتاعتها بخمسة واربعة في مسافتها عن الديتم، مسافتها عن الديتم قد ايه بقى؟ بستة متر. هجمع الكلام ده، الخمسة واربعة اللي فوق اللي هي الاي واي اللي فوق مضروبة في مسافتها عن الديتم اللي هي خمسة وستة بحداشر، هقسم على مجموع الاي واي اللي هي خمسة واربعة وخمسة واربعة، سبحان الله يطلع معاك الكلام ده برضه ب 8.5.
كلام منطقي، لان الحيطه دي والحيطه اللي فوق الاثنين بعاد عن نص المسافه 17 نفس المسافه، يعني دي بعيده 2 ونص ودي بعيده 2 ونص، فبالتالي السنتر اوبورتيونيتي هيبقى في نصهم لانهم متوزعين بانتظام فوق وتحت، وبالتالي السنتر اوبورتيونيتي بيكون فين؟ في النص بالظبط، يعني على بعد 8 ونص من تحت. صعب يا جماعه حساب السنتر اوبورتيونيتي. لا سالي، الخطوات دي كانت سهله، يعني انك تحسب الاي اكس والاي واي، انك تحسب السنتر اوف ماس والسنتر اوف جيفيتي، الكلام ده سهل. الخطوه اللي جايه تعتبر من اهم الخطوات، هي اصعب خطوه فيهم، يعني اللي هي الخطوه رقم 5، انك تحسب الاف بيز على كل حته. قبل ما نحسب بقى، تعال نوقع السنتر اوف جيفيتي على البلان ده. الاكس بتاعته ب 12 و6، فالخط هنا اهو، والواي بتاعته ب 8 ونص، فالخط الافقي ينطبق على الخط الافقي بتاع السنتر اوف ماس. هتلاقي ان الخطين الخضر اتقطعوا في نقطه، بنسمي النقطه دي السنتر اوف ريجيتي. وقعت القيم دي على البلان، افضل حاجه بره ان يبقى السنتر اوف ريجيتي والسنتر اوف ماس منطبقين على بعض، ده افضل حل. شغال بره. طب هل بعرف اعمل ده؟ لا، غالبا ما بتعرفش تعمله، بيبقى فيها بينهم اكسنتريستي كده، مسافه من السنتر اوف ماس للسنتر اوف ريجيتي، بنسميها الاكسنتريستي. الاكسنتريستي دي الكود قايل لك بعد ما تحسب السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيتي، المفروض ان المسافه بينهم ما تزيدش عن 15% من الطول الموازي للمسافة. الكلام ده مش عارف المسألة، الكلام ده لنفسك يعني. يعني انت بره ما تحسب السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيتي، خد بالك ان المسافة بينهم دي ما تزيدش عن 15% من الطول الموازي للمسافة اللي انت بتحسبها دي، اللي هي الاي. طب هل الكلام ده هنستخدمه في المسألة؟ لا، مالناش دعوة بيه. انا حسبت السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيتي، يطلع الفرق بينهم عفريت، ماليش دعوه، لان هو مديني المساله وعايز يصمم، هو اكيد واخد في اعتباره ان المساله دي ما تزيدش عن مين؟ عن 15%. انما انت بره، انت اللي فارض كل ده، انت اللي فارض الشير وول، وانت اللي فارض الاعمده، فالمسافه ده اهي اللي هي السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيتي، المفروض بره بقى ما تزيدش عن كام؟ 15% من الطول الموازي. طب حسبت السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيتي وقعته، قال لك نخش بقى على الخطوه المهمه اللي هي الخطوه رقم 5، الديستريبيوشن اوف اف بيز، توزيع الاف بيز على الحيطه اللي اسمها اول واحد. وركز معايا يا ريس في اللي جاي ده، انا عايز اوزع الاف بيز على الحوايط، فانا عارف ان الاف بيز دي بتاثر في اتجاه اكس وفي اتجاه واي بنفس المقدار، فانا هشتغل مره اكن الاف بيز شغاله في الواي دايركشن بس، ومره تانية هشتغل اكن الاف بيز في الاكس دايركشن بس. في الامتحان ساعات بيحدد لك اتجاه واحد، يعني يقول لك اشتغل في واي بس او اشتغل في ايه، في اكس بس. فتعال نشوف بقى بنوزع الاف بيز ازاي في الاتجاهين. فاحنا هنتكلم ان الاف بيز محطوطه في الواي دايركشن، يعني لو ده البلان كده، فالاف بيز بتاثر كده في اتجاه الواي موازيه المحور واي. فتعال كده يا باشمهندس ندرس الحاله دي. خطوات الحل ايه؟ سيبك من الازاحات اي اكس، دي هعرفها كمان شويه. خطوات الحل ايه؟ اول حاجه ارسم البلان
للحوائط بس، واكتب على كل حيطه الاي بتاعتها. اهو يا ريس رسمت البلان جوه الحوائط بس، شلت العمدان وعلى كل حيطه كتبت الاي اللي حسبتها، سواء اي اكس او اي واي. طب الخطوه الثانيه، بنحط مكان السنتر اوف ريجيدي دي، وبنحسب ابعاد الحوائط دي كاكس وكواي عن السنتر اوف ريجيدي. يعني انا رسمت البلاد على الحوائط بس، وحطيت على كل حيطه الاي اكس والاي واي اللي حسبته، اقوم جاي موقع السنتر اوف ريجيدي اللي هو كان على بعد 12 و6 و8 ونص. وبعد كده بعمل ايه؟ بجيب لكل حيطه بعدها عن السنتر اوف ريجيدي بكام؟ اكس وواي. بس ركز بقى، الحوائط اللي هي اي اكس هحسب لها اكس بس، والحوائط اللي هي اي واي هحسب لها واي بس. يعني ايه؟ يعني سعادتك في الحيطه اللي اسمها دبليو 1 الاي اكس بكام؟ بخمسة واربعة. فالحيطه دي هحسب لها كمان حاجة اسمها اكس. ايه الاكس ده؟ بعد الحيطة عن السنتر اوف ريجيدي، فده اسمه اكس. عيش معايا بقى حياة جديدة في الخطوة دي، خد بالك ان الاكس اللي بحسبها هي البعد بين الحيطة والسنتر اوف ريجيدي اللي انت حسبته. يعني دي اكس واحد مثلا. طب الحيطه الثانيه اللي هي اي اكس اللي هي اقول 2، هحسب برضو بعدها بعد السنتر بتاعها عن بعد السنتر اوف ريجيدي، وده اكس 2. طب الحوائط اللي هي اي واي مش بحسب لها اكس، بحسب لها واي. فالحيطه دبليو 3 هحسب لها بعدها عن السنتر اوف ريجيدي، وعشان هي ليها اي واي فاحسب لها واي، فده واي 3 بتاع اكس بتاع دبليو 3. طب الحيطه 4 هحسب لها يا كمان واي، واسمي ده واي 4، بعد محور الحيطه 4 عن السنتر اوف ريجيدي. يبقى توقيع مكان السنتر والريجيدي وحساب بعد كل حائط منه اكس وواي، قال لك مع ملحوظه ان اي حيطه لها اي اكس بحسب لها اكس بس، واي واي بحسب لها واي بس. طب اكس واحد دي بكام؟ اكس واحد دي ب6 زائد 6 من 10، لان المسافه دي كلها 12 و6، فالمسافه الصغيره ده ايه؟ ب6 من 10 اللي هي اتنا... دي كلها 12، تبقى الحته اللي باقيه 6 من 10. فلو عايز تحسب اكس 1 يبقى 6 زائد 6 من 10. طب عايز احسب اكس 2 بتساوي كام؟ اللي هي مثلا من السنتر لحد السنتر بروجيدي، هتبقى بتساوي ال 24 كلها من الاول للاخر، اطرح منها 12 و6 تجيب الاكس 2، فيطلع ان الاكس 2 بكام؟ 11 و4 من 10. ده المسافه بين الحيطه والسنتر اوف ريجيدي بكام دي؟ مجرد دي نص الخمسه، فيبقى واي 3 دي ب2.5، واي 4 شبهها برضه الحيطه دي عن السنتر اوف ريجيدي دي ب2.5، لانها في النص تمام. فقال لك يبقى انا حسبت لكل حيطه الاكس والواي. فاول حيطه حسبنا الاكس بتاعتها ب 6 و6 من 10، الحيطه دبليو 2 حسبت الاكس بتاعتها ب 11 و4 من 10، والحيطه دبليو 3 ودبليو 4 الوايات بتاعتها ب 2.5. كل حيطه بحسب لها اي اكس تحسب لها اكس، وكل حيطه حسبت لها اي واي بحسب لها واي. لحد هنا يا شباب في مشكلة؟ ناس تجاوب، حد مش فاهم ده؟
حتى الآن لا. تمام. طيب الاكس بكام بقى؟ حسبنا الاكس والواي بتاع كل حيطه، بنحسب كده مقدار اسمه سميشن اي اكس في اكس تربيع زائد اي واي في واي تربيع. بمعنى بجيب كل حيطه لها اي اكس اضربها في الاكس بتاعتها في التربيع واجمع عليها الاي اكس بتاع الحيطه الثانيه دي في اكس تربيع واجمع عليهم الاي واي في الواي تربيع واجمع عليهم الاي واي في الواي تربيع. ده المقدار ده. فتعال احسبه. اول حيطه 5 و4 في 6 و6 تربيع، ده الاي اكس في الاكس بتاعتها تربيع. في حيطه ثانيه ليها اي اكس واكس اهي، يبقى زائد 3.125 في 11 و4 تربيع. كده حسبت اي اكس في اكس تربيع، هجمع عليه الاي واي في الواي تربيع 5 و4 في 2 ونص تربيع. ده بتاع الحيطه ده بيه 3. طب ده بيه 4، 5 و4 في 2 ونص تربيع كمان، يبقى زائد 5 و4 في 2 ونص تربيع. بحسبه للمقدار ده هتعرف كمان شويه. يطلع الكلام ده معاك ب 708.85 من 100 متر اس 4. اه المفروض بقى متر اس 6. ما علينا، هو رقم مالوش تمييز. طب بعد ما حسبنا المقدار ده قال لك الخطوه رقم 3 بنوقع السنتر اوف ماس. احنا عملنا السنتر اوف ريجيتي خد بالك، وجبنا ابعاد الحوائط منه. مش معنى لان الحوائط دي بتقاوم كلها في السنتر اوف ريجيتي مركز الجزاء. بعد ما عملت الخطوه دي تقوم جاي موقع على البلان السنتر اوف ماس اللي هو كان عامل كده، كان على بعد 12 و1 و8 ونص، واحسب ازاحته عن السنتر اوف ريجيتي. يعني شوف المسافه بين السنتر اوف ريجيتي دي والسنتر اوف ماس قد ايه واسميها ايه. طب الاي دي بكام؟ واضحه خالص انها بكام؟ بنص 12 و6 ناقص 12 و1. فنقول لك دايما الاي كقانون مقياس الاكس سنتر اوف ماس ناقص الاكس بتاع سنتر اوف ريجيتي، يعني معيار الرقم طلع بالسالب او بالموجب بناخده بالموجب. ف 12 و1 ناقص 12 و6 يديك سالب نص. تاخد المعيار بتاعه والمقياس بتاعها يطلع بكام؟ بنص بالموجب. ومن غير اصلا ما تحسب قانون هي المسافه دي الاي هي المسافه الصغيره دي بكام يا ريس؟ 12 و6 ناقص 12 و1، فهي بنص حتى بمجرد النظر كده. طب بعد ما حسبنا الخطوه دي قال لك الخطوه رقم 4، ودي اهم خطوه ودي اللي مخليها الخطوه دي صعبه. لغايه دلوقتي ماشي معاك خطوات سهله. الخطوه الجايه ايه؟ اسمع بقى، ده بيقول لك ان السنتر اوف ماس ده في الحقيقه انت جايبه محصله الاحمال. يعني ده في الحقيقه ضارب كل حمل المفروض في مسافته اكس وقسمه على صمشة الاحمال، جبت الاكس بتاعته بتاع السنتر اوف ماس، وضارب كل حمل من الحوائط والعمدان في مسافته واي عن الديتم وقسمت على صمشة الاحمال. يعني من الاخر السنتر اوف ماس ليها علاقه بالاحمال. ودايما انت بتحسب احمال الاعمده والشير وول التيمت، يعني تيجي انك حملت التوتال لايف لود على البلاطه كلها، يبقى السنتر اوف ماس ده محسوب المفروض انك محمل التيمت التيمت كل التيمت. طب ما ممكن في مره من المرات لو ده مبنى تلاقي ان الناس اتجمعوا على اليمين مثلا وعلى الشمال ما فيش حد، او اتجمعوا على الشمال وما فيش حد على اليمين، او اتجمعوا في اي كورنر، فاللايف لوب بتاعك مش ثابت. وبالتالي السنتر ماس ده، السنتر اوف ماس ده اللي هو بيعتمد على مكان اللايف لوب او بيعتمد على مكان الاحمال،
المفروض يتغير على حسب توزيع اللايف لود على البلان، لان توزيع اللايف لود على البلان اول ما يتغير هيغير لي الاحمال بتاع العمدان، وبالتالي هيغير السنتر اوف ماس. فيقول لك خلاص يعني انت مش ضامن بقى، ما انتش ضامن السنتر اوف ماس ده ان مكانه دايما هيبقى هنا. طب نعمل ايه؟ يوم جاي الكود قايل لك نتيجه عدم ضمان مكان السنتر اوف ماس لانه بيتغير على حسب تغير اماكن الحمل الحي، فالكود يقول لك ان السنتر اوف ماس ده انا اعتبرت ان اقصى تغيير لي يعني اقصى مسافه ممكن السنتر اوف ماس دي يتغيرها في حاجه اسمها الاي مينيمم. فقال لك انا لما اجي احل اعمل ايه؟ انا السنتر اوف ماس ده حاسبه على اساس الالتيميت لود، حتى البرنامج بيحسبه كده لانك بتحمل البرنامج التيميت ما بتعملش حاجه تحميل، فهيبقى حاسب السنتر اوف ماس في المسافه او في المكان اللي كله متحمل التيميت. طب انت مش ضامن ان دايما التيميت، ده ساعات الحمل الحي ممكن يقل في حته ويزيد في حته، فيقول لك يبقى السنتر اوف ماس ممكن مكانه يتغير. فالكود يقول لك بقى ان مكان تغيير السنتر اوف ماس احنا بنقدره بحاجه اسمها الاي مينيمم. فدايما بنحرك السنتر اوف ماس مسافه اسمها الاي مينيمم في اتجاه الحائط المطلوب في المساله. وفكرني يا باشمهندس بعد السلايد الجايه او اللي بعدها افكرك يعني ايه في اتجاه الحائط المطلوب دي، ليه اشمعنى اخترناها للاتجاه ده، يعني تعالى كده اخلق لك مشكله في دماغك احلها كمان شويه. السنتر اوف ماس ده نتيجه تغير الاحمال فمكانه بيتغير. حد عنده اعتراض في ده؟ الناس تجاوب بعد اذنكم. حد مش فاهم ان السنتر اوف ماس مكانه بيتغير على حسب الحمل؟ يا شباب حد مش فاهم ده يا جماعه؟ مفهوم يا باشمهندس. هي الناس الباقية نايمة ولا ايه؟ يعني لازم انتهي بالاسم؟ هما غالبا نايمين. تمام يا باشمهندس، مفيش مشكلة يا باشمهندس، كله تمام. طيب يعني الناس ما بتجاوبش، فانا للاسف هنتهي بالاسم بقى. بعد كده السؤال الجاي ان شاء الله هنده بالاسم. فاتفقنا مع بعض ان السنتر اوف ماس ده بيتحرك على حسب اللايف لود. كلام جميل. طب بيتحرك مسافه اسمها ايه؟ اي مينيمم. فلو قلت لك هتلاقي لك دلوقتي مشكله في دماغك هحلها كمان شويه. هل لما اجي احرك السنتر اوف ماس مسافه الاي مينيمم احركه ناحيه الشمال؟ يعني اعتبر ان اللايف لود بيتحمل ناحيه الشمال اكبر من اليمين، فالسنتر اوف ماس يتحرك ناحيه اللايف لود، يتحرك ناحيه الشمال، ولا حركه ناحيه اليمين؟ انت ممكن اللايف لود ناحيه اليمين هو اللي بقى كبير، احركه بقى شمال ولا يمين؟ فاحنا بنقول لك القاعده ان السنتر اوف ماس بيتحرك مسافه اسمها الاي مينيمم ناحيه الحيطه اللي انت عايز تحسب لها الحمل. انت عايز تحسب الحمل في المساله ده بواحد، فيبقى السنتر اوف ماس هيتحرك مسافه اسمها الاي مينيمم في اتجاه ده بواحد، يعني يتحرك شمال. اشمعنى؟ هقول لك الكلام ده كمان شويه قدام. فيبقى السنتر اوف ماس ده نتيجه اختلاف الاحمال ممكن السنتر اوف ماس ده يتحرك ناحيه الحيطه شمال كده مسافه قد ايه بقى؟ حاجه اسمها الاي مينيمم. طب عمال تقول لها اي مينيمم اي مينيمم، ايه الاي مينيمم دي؟ دي اقل ازاحه بتكون موجوده بين السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي. يعني لو انت حتى في المبنى بتاعك عرفت تحط السنتر اوف ماس على السنتر اوف ريجيديتي، الكود يقول لك لا
ابعدهم عن بعض مسافه اسمها الاي مينيموم، فدي اقل ازاحه بين السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيليتي. طب الاي مينيموم دي بكام بقى؟ قال لك الاي مينيموم بخمسة من مية من الطول الموازي اللي انت بتحسبه. يعني انت بتحسب اي مينيموم في اتجاه اكس، فيبقى الطول الموازي اليمين 24، فيبقى الاي مينيموم 5 من 100 من ال 24، يبقى بيساوي 5% من 24. او بصيغه تانية، ال ال هو الطول العمودي على اتجاه الدراسه. يعني انت بتدرس في اتجاه واي، يعني الحمل في اتجاه واي كده، يبقى ال ال الطول العمودي عليها. باي طريقه انت عايزها، انا عن نفسي بفضل انك تاخدها ان الاي بتاعتك 5% من الطول الموازي ليها. دايما بتعامل مع الاطوال اللي جنبي يعني. فيطلع عن الاي مينيمم بكام؟ 1.2. يعني يا راجل يا طيب، انت نتيجه الالتيميت لود كنت مطلع الفرق بين السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيليتي بنص اللي هي الاي. كنت يقول لك لا، ده انت تزود الايد اهي مسافه اسمها الاي مينيموم. طب الاي مينيموم دي بكام؟ 5% من الطول الموازي. تعرفها ايه؟ هو المينيموم اكسنتريستي بين السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيليتي. طلعت معانا ان المينيموم اكسنتريستي دي اساسا بواحد واتنين من عشر. طب وبعدين بقى؟ بعد كده هعمل ايه؟ قال لك بعد ما زحزحت السنتر اوف ماس في اتجاه الحيطه اللي انت عايز تدرسها، تحط في السنتر اوف ماس ده الاف بي. بنحط القوه في السنتر اوف ماس، وتكون بعد في السنتر اوف ماس بعد ما ننقله طبعا، والقوه دي بتكون في اتجاه الدراسه. يعني بحط القوه هنا في السنتر اوف ماس في الاتجاه اللي انا بدرس فيه. انا بدرس في الواي دايركشن، فيبقى القوه بتاعتي في اتجاه واي كده. شوف بتحط فين؟ في سنتر اوف ماس، اوعى تنسى لها دي. مين دي؟ الاف بيز اللي انت حسبتها اللي هي كانت 1800 وشويه. هل يا باشمهندس الاف بيز اللي بتاثر في سنتر اوف ماس دي المفروض تتنقل للحوايط؟ فعشان تتنقل للحوايط محتاجه تتنقل للسنتر اوف ريجيليتي. فالاف بيز ده ايه؟ محتاجه تيجي هنا. فهتتنقل بايه؟ اي قوه بتتنقل من حته لحته تتنقل بقوه وعزم. فكل المشكله هنا بقى ان القوه اف بيز لما تتنقل للسنتر اوف ريجيليتي هتتنقل بقوه وهتتنقل بعزم. انا عايز اعرف بقى نصيب كل حيطه من دول قد ايه من القوه دي اللي هي الاف بيز وقد ايه من العزم. وابقى كده خلصت السكشن بتاع النهارده. يعني اللي انا هعمله يا ريس، هنقل دلوقتي الاف بيز ده للسنتر بريدي. فهي بتتنقل هتتنقل بقوه وبعزم. انا عايز بقى اعرف نصيب كل حيطه من دول من القوه اف بيز اللي في السنتر اوف ريجيليتي ومن العزم. فقال لك يا باشمهندس بعد ما حطيت الاف بيز، الخطوه رقم 6، بحسب الازاحه التصميميه اللي هي الاي ديزاين. مين الاي ديزاين؟ اللي هي ده ايه؟ المسافه من السنتر اوف ريجيليتي والسنتر اوف ماس بعد النقل. فبتساوي ايه؟ اي زائد الاي مينيموم. فالاي ديزاين هي اي زائد الاي مينيموم. وانا كنت عامل لك مشكله من شويه، قلت لك هعمل لك مشكله في دماغك هسيبها واحلها كمان شويه، ااكد عليها تاني عشان احلها كمان شويه تاني. قال لك الاي ديزاين مش شرط تكون الاي زائد الاي مينيموم، ده ممكن تبقى الاي ناقص الاي مينيموم. يعني ممكن السنتر اوف ماس ما يتحركش ناحيه الشمال، ممكن يتحرك ناحيه اليمين. طب هل التحريكه ناحيه اليمين هتفرق؟ اه بتفرق. طب هل لو فرقت
اعتبر او انا في الحل احل باني حاجه؟ طب ما طالما بتفرق المفروض انت تحدد لي قاعده امشي بيها. فالقاعده حددتها لك من شويه ان دايما حرك السنتر اوف ماس في اتجاه الحيطه اللي هو عايزها. يعني لو كان عايز دبليو 2 كنت هتلاقيه بحرك السنتر اوف ماس الناحيه الثانيه، فلما هو هنا كنت هحركه يمين. هو عايز دبليو 1 فانا هحركه ناحيه الشمال. اشمعنى برضه هقول لك كمان شويه، خلي المشكله دي في دماغك هقولها لك كمان شويه. فالاي ديزاين قانونها الاصلي اي زائد او ناقص اي منهم. حد عنده سؤال؟ اه انا اتفضل. ودلوقتي انا لما احرك الاي ديت مش هتعمل لي تورشن على المبنى؟ اه طيب، ما انا لو حركتها في اتجاه في نفس الاتجاه اللي هتخلي تقرب من السنتر اوف ريجيليتي، انا كده بقلل التورشن ده. لا، ما انت ممكن اما تحركها للاتجاه التاني تلاقي ان هي بتبعد الناحيه التانيه مسافه اكبر. هي كانت الاي بكام؟ الاي منهم بكام؟ كانت بواحد واتنين صح؟ والاي ده هي كان بنص. تمام. فانت لو حركتها الناحيه التانيه هيديك الكلام ده سالب 7/10. حلو. فالقوه الناحيه التانيه هتبقى ازاحتها عن السنتر اوف ريجيليتي 7/10. 10 اه. في مشكله؟ المشكله بقى مش في ان القيمه صغيره بتاعت الاي. ايه؟ المشكله مش في ان القيمه هنا هتبقى صغيره. المشكله ان اتجاه التورشن هيختلف. فتلاقي ان الاحمال بتختلف فلازم ندرسها. هقول لك كمان شويه الكلام ده. تمام. طب بس هي لو ما عكستش اتجاهها هتبقى لو ما عكستش اتجاهها يبقى انك تاخدها ناحيه الشمال اكتر. انا بتكلم في كده، انا كده صح؟ اه لو ما عكستش، بس هي غالبا بتعكس لان زمان كنت الاي منهم دايما بتطلع اكبر من الاي اصلا. تمام. بس خلينا بس نتكلم على قد المساله. فالاي دي زي اتفضل شيرة ما عكستش اتجاهها برضك هاخدها ناحيه الضلع او ناحيه العمود على اساس ان ناحيه الحته اللي انت عايزها. ناحيه الحته اللي انت عايزها هتكبر. زي حضرتك بتقول ان هو لو ما قلبتش مش هاخدها ناحيه الضلع ناحيه العمود. لا، لو ما قلبتش يبقى ملهاش لازمه. لا، لو ما قلبتش ما انا برضك هاخدها ناحيه العمود، لان مثلا العمود اللي على اليمين المومنت ده هيقلل الاحمال اللي عليه، فانا برضك اقربها منه على تمام. بس انا بقول لك مش هناخدها السبب، هقول لك كمان شويه. تمام. كاي ديزاين الكلام ده بيساوي اي زائد او ناقص اي مينيمم، ده القانون العام. بس انا دلوقتي عندي الاي ديزاين في الحاله اللي انا بدرسها انا ناقل السنتر اوف ماس ناحيه الحيطه، واتفقت معاك على القاعده دي. فالاي ديزاين هنا بتساوي ايه؟ اي زائد الاي مينيمم، مفيش ناقص بقى. في المساله بتاعتنا الاي ديزاين بتساوي الاي اللي هي بنص زائد الاي مينيمم اللي هي تطلع بواحد 7/10. يبقى نص زائد 1.2 يطلع معاك بواحد 1.7 متر. بعد ما جبت الاي ديزاين قال لك الخطوه رقم 7، انقل بقى قوه اف بيز للسنتر اوف ريجيليتي بقوه وعدد. فالاف بيز هتتنقل من هنا تروح للسنتر اوف ريجيليتي. كلام جميل. طب هي بتتنقل كده بس؟ لا، بتتنقل كمان بايه؟ بعزم. الاف بيز كنا حاسبينها ب 1805. في كمان عزم. العزم ده بيدور ازاي؟ اهو اف بيز في الاي ديزاين، فبيدور مع العقارب، مع عقارب الساعه. قيمته كام ده؟ اف بيز في الاي ديزاين، وبنسميه الام تورشن، بتساوي الاف بيز في الاي ديزاين يعني 1805 1.7 يطلع معاك الكلام ده ب 3069.93 كيلو نيوتن متر. وبكده خلصت الخطوه رقم 7، نقلت القوه بتاعتي بقوه وعزم. الخطوات الثانيه كده باختصار، برسم البلان على كل حيطه الاي اكس بتاعتها، بعد كده بسقط السنتر اوف ريجيديتي وابعد بعد كل حيطه اكس وواي حسب الحيطه اللي لها اي اكس بحسب لها اكس، والحيطه اللي لها اي واي بحسب لها واي. الخطوه الثالثه بوقع السنتر اوف ماس وبحسب الاي. الخطوه الرابعه بنقل السنتر اوف ماس
مسافة اسمها الاي مينيمم في اتجاه الحيطة اللي عايز ادرسها. الخطوة الخامسة بحط الاف بيز في السنتر اوف ماس بعد ما نقلته في الاتجاه بتاع الدراسة. الخطوة الستة بحسب الاي ديزاين اللي هي من الشكل عندي اي زائد الاي مينيمم من الشكل ده، انما قانون الاصلي اي زائد او ناقص الاي مينيمم. الخطوة السابعة بنقل القوة من السنتر اوف ماس للسنتر اوف ريجيديتي بقوة وعزم. الخطوة الثامنة والأخيرة بحدد نصيب كل شير وول من الحمل والعزم، وبحدده الأول كاتجاه وكقيمة. فاحنا عايزين نتعلم ازاي بقى القوة اللي اسمها اف بيز والمومنت اللي اسمه ام تورشن ازاي بيأثر على الحوائط دي كاتجاه وكقيمة. فالخطوة رقم 8 وضع اتجاهات القوى على الحوائط نتيجة F بيز و M تورشن وحساب قيمته. فتعالى قبل ما نخش في الخطوة دي يا باشمهندس نروح كده نشوف ازاي بنحدد ال F بيز او اتجاهات ال F بيز وال M تورشن للمسألة بتاعتنا. ازاي اصلا ال F بيز بتتنقل للحوائط وازاي الام تورشن بتتنقل للحوائط، لان ده بيتنقل بحاجه وده بيتنقل بحاجه. فتعالى كده نتكلم في الخطوه رقم 8 عن وضع اتجاهات القوى على الحوائط نتيجه الام تورشن والاف بيز. على الشمال هحكي لك حكايه الاف بيز، وعلى اليمين هقول لك ازاي نتصرف مع الام تورشن. قال لك لو عندك اف بيز، فالاف بيز دي بتعمل ايه في المبنى؟ بتعمل حاجه اسمها ترانسليشن للمبنى، بمعنى ان لو ده المبنى بتاعك وده السنتر اوف ريجيديتي وبتاثر فيه اف بيز كده من تحت لفوق، فالمبنى بتاعك كان واقف في الاساسات فيكسد ومن فوق فري، فتلاقي ان الاف بيز بتاثر في المبنى عايزه تزقه من تحت لفوق، ده بلان، فالمبنى بتاعك عايز يتحرك كده، عايز الحته المنقطه دي، يعني المبنى عايز يتحرك لفوق في البلان، عايز يتحرك لفوق كده. فالمسافه الصغيره ده ايه اللي هي نتيجه حركه المبنى بنسميها الترانسليشن. فالاف بيز تاثيرها على المنشا ترانسليشن، نقل المبنى في البلان في اتجاه معين، يا في اكس يا في واي حسب القوه بتاثر فين. فلو القوه بتاثر في واي المبنى هيتنقل في اتجاه واي كده، لو القوه بتاثر في اكس فيحصل له ترانسليشن في اتجاه اكس. كلام جميل. طب انا عايز بقى احدد كل حيطه من دول عليها اف بيز بكام. مش الاف بيز في اتجاه الواي، انا بدرس كل ده في اتجاه الواي بس. الاف بيز فعلا في اتجاه الواي، فقالك يبقى اللي يشيلها الحوائط الطويله اللي في اتجاه الواي اللي هي الحوائط الرئيسيه. طب والحوائط الافقيه الانرشيا بتاعتها ضعيفه في اتجاه الواي، فما تروحش توزع الاف بيز على الحوائط الافقيه لو هي اف بيز في الاتجاه واي. فلو الاف بيز بتاثر في اتجاه واي فيبقى الحوائط الرئيسيه بس اللي هتشيلها والحوائط الافقيه بصفر، مش شايله اي احمال. طيب الاف بيز دي بقى يتوزع جزء منها قد ايه على وول واحد وعلى وول اتنين؟ تعال الاول نكتب ده، ان الحوائط الموجوده في اتجاه القوه بس هي اللي بتقاوم. الحوائط اللي في اتجاه القوه الاف بيز في اتجاه محور واي اهو، يبقى الحوائط اللي في اتجاه واي هي اللي هتقاوم بس. امال الحوائط في اتجاه اكس الانيرشيا بتاعتها ضعيفه فبعتبرها ما عليهاش احمال لانها مش هتشيل حاجه. فانا عايز بقى احدد الاف بيز هيروح قوه منها قد ايه على دبليو 1 ودبليو 2. فقال لك الاف بيز بتتوزع بنسبه الانرشيا. الاف بيز ده ايه؟ تتوزع على الحوائط بنسبه الانرشيا بتاعتها. يعني لو عايز تحسب اف بيز
فالاف بيس بتعمل حاجه اسمها الاف ترانسليشن، ودايما اتجاه الاف ترانسليشن بيبقى نفس اتجاه الاف بيس. يعني لو الاف بيس بتاثر من تحت لفوق فالترانسليشن برضو منين؟ من تحت لفوق، وبيكون على الحوايط الرأسية بس الموازية للإف بي لاتجاه دراسة الإف بي. طب الإف ترانسليشن دي بكام؟ هل أنت متخيل إن الحيطة ده بواحد هتشيل نص الإف بيز، والحيطة ده بيتنا هتشيل نص الإف بيز؟ لو أنت متخيل كده فيبقى الكلام ده غلط. ليه يا باشمهندس؟ لأن كل حيطة من دول هتشيل جزء من الاف بيز حسب الانيرشيا بتاعتها، حسب جزئيتها قد ايه. فنقول لك يبقى الاف ترانسليشن دي بتساوي نسبه من الاف بيز، كل حيطه هتشيل نسبه من الاف بيز. طب النسبه دي قد ايه؟ نسبه الانيرشيا. فلو عايز تجيب الاف ترانسليشن اللي ده بواحد، فجيب الانيرشيا بتاعته اقسمها على مجموع الانيرشيا للحوائط اللي بتقاوم بس، يعني تبقى اي اكس بتاعت طول واحد مقسومه على سميشن اي اكس اللي هي اي بتاعت طول واحد والاي بتاعت طول اتنين. فانت كده عرفت يا باشمهندس ان الاف بيز بتعمل حاجه اسمها ترانسليشن. الترانسليشن ان يبقى المبنى بتاعك بيتحرك في البلان لفوق او لتحت حسب اتجاه الاف بيز. والترانسليشن اللي جاي ده بياخد نفس اتجاه الاف بيز بالظبط، يعني الاف بيز لو من تحت لفوق فالترانسليشن بيبقى من تحت لفوق، ويبقى بيأثر على الحوايط الطويله في اتجاه الدراسه. يعني لو انت بتدرس في اتجاه واي يبقى الحوايط الرئيسيه اللي هتشتغل بس. طب قيمه الاف ترانسليشن ده بكام؟ نسبه من الاي. لو عايز اجيب الاف ترانسليشن على اول واحد يبقى الاي بتاعتها على مجموع الايات للحوائط اللي بتقاوم مضروبه في الاف بي. صعب يا جماعه ده؟ طب انا كان عندي في المنشأ ما بيأثرش اف بيز بس، امال كان بيأثر ايه كمان؟ كان بيأثر ام تورشن كمان. يعني لو ده المنشأ بتاعك ففي ام تورشن كانت بتدور كده. دي المسألة بتاعتنا على فكرة، بحدد الاتجاه بس وبكتب لك القانون بتاع القوة. لما اجي اثر بعزم، او لما اجي اثر بقوة اسف، بيتولد عزم. العزم ده بيعمل روتيشن او بيعمل تورشن على المبنى، لان ده بلان. فالعزم ده بيدور حوالين محور زد اللي هو طالع في وشك، ده بلان. فالعزم ده بيدور حوالين المحور اللي طالع في وشك. فالمحور اللي طالع في وشك ده مين؟ زد، لان ده اكس وده واي، فاللي طالع ده زد. فاي مومنت بيدور حوالين محور زد بيعمل تورشن. فيبقى المومنت ده بيعمل تورشن على المبنى. يعني عايز يلفلف المبنى كده. الام تورشن بتدور مع العقارب، فالمبنى عايز يدور مع العقارب كده. ايه بقى اللي بيقاوم الدوران ده؟ توقع كده ان انت حطيت كرتونه على مكتب مثلا، ورشقت في الكرتونه دول اربع مسامير او اربع دبابيس. فدي كرتونه هي محطوطه وراسي فيها اربع دبابيس، وعايز ادور الكرتونه حوالين نفسها. ايه اللي هيحصل؟ لو الدبابيس دي جزئيتها كبيره مش هتخلي المبنى يدور، او مش هتخلي الكرتونه يدور. الكرتونه ممكن تدور بس بنسبه صغيره. طب توقع بقى الدوران ده اما اثر على دبوس واحد ولا اثر على كل الدبابيس اللي موجوده؟ لا، ده انت لو بتدور هتلاقي ان كل الدبابيس بتقاوم معاه. لو الكرتونه عايز تدورها تلفها فالدبابيس كلها بتقاوم. وبالتالي لو ده البلان فالبلان كله عايز يلف على بعضه، عايز يلف كده نتيجه الام تورشن. فمين اللي ماسك البلان ده؟ مين اللي مخليه جازق في الارض؟ الشير وول كلها. فاول ملحوظه ان الام تورشن بتتوزع على جميع الشير وول.
ايا كان اتجاه الدراسه ايه، طالما في ام تورشن فاللي بيقاوم الام تورشن دي كل الدبابيس كل الحوايط. فقال لك خلاص يبقى الام تورشن دي المفروض تتوزع على جميع الشروط. يبقى انا كاتبها لك اهو، جميع الحوايط بتقاوم التورشن في اتجاهها الطويل. بص بقى دلوقتي عرفت ان كل الحوايط هتاخد نسبه من الام تورشن. طيب اتجاه القوه اللي هتاخدها دي قد ايه؟ بص كده انا الام تورشن بيدور مع عقارب الساعه، يبقى اتجاه القوه اللي على الحوايط كلها برضو بتدور مع العقارب. فبص كده انا الام تورشن بيدور كده، بص انا بعملها ازاي. الام تورشن بيدور مع العقارب اهو، باخد الام تورشن في ايدي واخليه يسلم على الحيطه دي بالسهم بتاعه. فبيقول لي ايه، انا هديك السهم بتاعي هيطلعك من تحت لفوق. يبقى القوه على دبي واحد من تحت لفوق، واسمها اف روتيشن او اف تورشن. قيمتها كام هقول لك دلوقتي، اهم حاجه اتجاهها. يبقى الام تورشن بيدور مع العقارب، قمت جاي ماسكه مدوره مع العقارب اهو، فلقيت ان نقول واحد بتاخد اف روتيشن لفوق. في نفس المنطق هعمله مع وول 3 برضو، الام تورشن بتدور كده اهي مع العقارب. السام بيقول لك ايه، ان القوه اللي هنا افقيه وناحيه اليمين اهي. يبقى اتجاه الاف روتيشن بيعتمد على الام تورشن، على اتجاه الام تورشن. وخد دي ملحوظه مهمه قوي. طب لو عايز اجيب اتجاه الحمل على دبليو 2، اتجاه الحمل اللي الام تورشن هتعمله اتجاه بس كقيمه، هجيبه لك كمان شويه. برضه الام تورشن بتدور مع العقارب، بتدور كده. فالسهم بيعمل ايه؟ بيشاور الى لتحت اهو، فيبقى دبليو 2 الحمل عليها لتحت، واسمه اف روتيشن. اخر حيطه اللي هي الحيطه دبليو 4، العزم بتاعنا بيدور كده مع العقارب، هو نفس العزم ده بس لفيته كده. فهيدي هنا حمل عامل ازاي؟ من اليمين للشمال، واسمه اف روتيشن. فيبقى كل حيطه من دول بتشيل جزء من الام تورشن. اتجاهه عامل ازاي؟ بيعتمد على اتجاه الام تورشن. طب انا جبت اتجاه الام تورشن ده منين؟ بعد السنتر اوف ماس عن السنتر اوف ريجيديتي، كان البعد في الاتجاه ده. يعني ده سنتر اوف ريجيديتي، كان هنا السنتر اوف ماس. كان في المكان ده كده. فالقوة كانت هنا. لـ F بيس. نقلتها لبقوة وبعزم. قوة مضروبة في مسافة عملت عزم مع اتجاه العقارب. فجبت بقى على كل حيطة اتجاه الحمل اللي بيأثر بيه الام تورشن. طب وبعد كده؟ عايز اجيب بقى قيمه كل حمل من دول بكام؟ يعني كل حيطه من دول بتاخد قد ايه من الام تورشن؟ فقال لك لو عايز تحسب الاف روتيشن فهي نسبه من الام تورشن. طب النسبه دي قد ايه؟ كل حيطه لو عايز اجيب مثلا اف روتيشن على اول واحد فيبقى اي بتاعتها في بعدها عن السنتر اوف ريجيديتي. انا حاسبه قبل كده؟ لا حاسبه قبل كده، مش انا حاسب لكل حيطه الاي بتاعتها وبعدها عن السنتر اوف ريجيديتي سواء اكس او واي. حاسب. يبقى لو عايز احسب الاف ار لدبليو واحد فالاي بتاعتها في اكس بتاعت دبليو واحد، لان كان ليها اي اكس فاضربها في اكس على المقدار اللي انا كنت حاسبه من شويه. يبقى انا كنت حاسبه عشان الخطوه دي اللي هو سميشن اي اكس في اكس تربيع زائد اي واي في تربيع، اللي هو كان طلع ب 708 وشويه. فالاف ار بتساوي الاي بتاع الحيطه في بعدها عن السنتر اوف ريجيديتي على المقدار اللي انا كنت حاسبه. ده كده النسبه اللي كل حيطه بتاخدها من الام تورشن. فهتلاقي ان كل حيطه بالحوايط الام تورشن ثابت
والمقام ده ثابت. كل اللي بيختلف الباست بس. يعني لو عايز اجيب الاف روتيشن ل دبليو 3 هيبقى الاي بتاعتها واي، لان الحاجه دي كان ليها اي واي وواي بلاش اكس. دبليو 2 الاي بتاعتها في اكس لان كان ليها اكس بعدها عن السنتر اوف ريجيديتي. طب جبنا القيمه الاتجاه حسبته لك من شويه. فلو لاحظت كده الدبليو 1 عليها اف تورشن لفوق او اف اسف ترانسليشن لفوق واف روتيشن برضو لفوق، فيبقى الدبليو 1 في الاخر شايله ايه؟ شايله اف ترانسليشن زائد اف روتيشن. طب بالنسبه لدبليو 2 ركز معايا كده بالله عليك، دبليو 2 شايله ايه؟ شايله اف ترانسليشن لفوق وشايله اف روتيشن لتحت. ركز معايا يا باشمهندس. طب هل يا باشمهندس الاف روتيشن دي دايما هتأثر لتحت كده؟ مش الاف روتيشن معتمد على اتجاه الام تورشن، والام تورشن كان معتمد على مكان السنتر اوف ماس اما كان هنا لان نقلته اي زائد اي مينيمم، يعني كان في هنا اي صغيره وقمت جاي انا جامع عليه الاي مينيمم جمعتها، وبالتالي الام تورشن معتمد على اتجاه السنتر اوف ماس. فالام تورشن اما خدت السنتر اوف ماس بعيد على الشمال اداني قوه روتيشن على الحيطه دبليو 2 لتحت، واداني اف روتيشن على دبليو 1 لفوق. يبقى دبليو 1 دي زي الفل، لان كده هيبقى الاسترينج اكشن اللي عليها او الحمل اللي عليها التوتال اف تورشن زائد اف روتيشن، وده الاخطر ان الاثنين ينجمعوا. طب لو عايز ادرس نفس الكلام للحيطه دبليو 2، بص دبليو 2 بقى اف ترانسليشن ناقص اف روتيشن اهو بعينك اهو الاثنين مطروحين، ده في اتجاه وده في اتجاه. هل سعادتك دايما الام تورشن هتبقى بتدور في الاتجاه ده ولا ليها احتمال تاني؟ قال لك لا دي ليها احتمال تاني. انا ممكن اقول لك ان السنتر اوف ماس هيتنقل مسافه اسمها الاي مينيمم الناحيه الثانيه، فيبقى هنا المسافه بقى دي من السنتر اوف ماس القديم اللي هو كان هنا كان على مسافه اي لحد هنا دي الاي مينيمم، يعني انا عكست الاي مينيمم خدتها بالسالب، خدتها باي ناقص اي ديزاين او مينيمم. فبقى السنتر اوف ماس هنا، فلما تخليه الناحيه الثانيه خدته هنا نقلت ناحيه اليمين. طب لما يتنقل ناحيه اليمين والقوه بتاثر فيه، خليها امسح لك الباقي كده. حد مش فاهم ان ممكن السنتر اوف ماس يتنقل الناحيه الثانيه؟ قلنا الكلام ده من شويه ان ممكن السنتر اوف ماس يتنقل شمال او الاي مينيمم دي ياخدها ناحيه اليمين، فتلاقي السنتر اوف ماس يعدي المحور بتاعك يروح الناحيه الثانيه. طب لو هو اتنقل الناحيه الثانيه ايه اللي هيحصل؟ خلينا نمسح ده الاول كده. هيتنقل الناحيه الثانيه بمسافه جديده اسمها الاي ديزاين. فلو السنتر اوف ماس اتنقل الناحيه الثانيه ده دي حاله ثانيه دي، فهيتنقل الناحيه الثانيه دي الاف بي الاف اهي فيز، هيتنقل الناحيه الثانيه بحاجه اسمها الاي ديزاين، بس اي ديزاين ثانيه اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي
ناقص الاي مينيمم المره دي. ولو قلت لك الاي ديزاين بتساوي اي زائد او ناقص الاي مينيمم، فدرست حاله الزائد طلع ان ده بي واحد حلو قوي لو كانت الاي زائد الاي مينيمم، عشان اف تورشن واف روتيشن الاثنين اتجاههم لفوق فهيتجمعوا على بعض. فعشان كده قلت لك بالاول خالص انقل السنتر اوف ماس، لما تيجي تنقله انقله في اتجاه الحيطه اللي انت عايزها. تعال اثبت لك ده بقى. انا ممكن اعتبر ان الاي ديزاين الناحيه الثانيه اللي انا كتبتها قانون اي ناقص اي مينيمم، فيطلع ان الاي ديزاين دي في المساله 7 من 10. الكلام ده مش هتعمله في الامتحان لانه هيحدد لك حيطه واحده، فانت من الاول هتعرف الاتجاه اللي انت هتفرضه ايه. هفهمك بس جت من ايه. يبقى المسافه ده اهي 7 من 10 اللي هي اي ناقص اي مينيمم، فيطلع بالسالب 7 من 10 اللي هي 7 من 10 يعني بالاي بالمقياس. طب الاف ميس دي اما تنضرب في الاي بقى الجديده دي، الام تورشن هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى العكس، هيبقى عامل كده عكس العقارب. طب بص بقى الاف الام تورشن العكس العقارب دي هتعمل ايه في دبليو 2 ودبليو 1؟ لو هي عكس العقارب فالمفروض بتدور كده هنا عكس العقارب اهي، فهي هنا في دبليو 2 هتأثر لفوق. على فكره انا ما خالفتش اتجاه الاف ترانسليشن لان لسه الحمل بيأثر من تحت لفوق، وطالما المومنت عكس العقارب يعني فهيأثر على دبليو 1 اللي تحت. فنقول لك ده انت لو كنت خدت الاي ديزاين باي ناقص الاي مينيمم كان الام تورشن هيعمل لك قوه عكس الترانسليشن اهي، دي لتحت ودي لفوق تاع الدبليو دبليو 1. فايه الاخطر؟ انك تعمل اف تورشن زائد اف روتيشن ولا اف تورشن ناقص اف روتيشن؟ اكيد الاخطر انك تجمع. طب حاله الجمع دي جت امتى؟ لما حطيت السنتر اوف ماس ناحيه الحيطه، يعني قلت الاي بتساوي اي مينيمم او اي ديزاين اسف بتساوي اي مينيمم زائد الاي اللي هي الحاله بتاعتنا اللي احنا بندرسها. فقال لك خلاص لو انت بتدرس دبليو واحد خلي السنتر اوف ماس ينزح ناحيتها عشان يبقى الاف روتيشن زائد بيتجمع عليها الاف تورشن او الاف ترانسليشن. طب بالنسبه لدبليو 2 ده لما عملت الازاحه ناحيتها الاف ترانسليشن بقى بيديني جوه لفوق، وده الاخطر لانه هيتجمع على الاف على الاف ترانسليشن. يبقى اما خدلت الازاحه ناحيتها الام تورشن اداني حمل لفوق اف روتيشن لفوق وده الاخطر. فنقول لو عايز تدرس الحيطه دبليو 2 اعمل اكسنتريستي ناحيتها، خلي الاكسنتريستي تروح ناحيتها عشان يديك قوه تتجمع مع الاف ترانسليشن. امال لو انت كنت غلطت وعايز تدرس ده باي ديزاين راميه ناحيه دبليو 1 كنت هتلاقي ان الاف روتيشن بينقص القوه دي، وده مش الاخطر. فده اختصار القاعده اللي انا قلتها، باختصار ده القاعده اللي انا قلتها ان دايما بزيح الاي ناحيه الحيطه اللي انا عايز ادرسها. اشمعنى؟ عشان الام تورشن يديني اف روتيشن في نفس الاتجاه بتاع الترانسليشن فيتجمعوا على بعض وده الاخطر. حد كده مش فاهم يا شباب ليه كنت مليك القاعده اللي في الاول؟ لا تمام يا باشمهندس كله زي الفل الحمد لله. خد عد عقلي يا ابني ولا ايه؟ لا والله فاهم. طيب حد مش فاهم تاني يا جماعه؟ كله تمام يا باشمهندس. يبقى خلاص يبقى احنا هنمشي بالقاعده بتاعتنا بقى ثابته. انا اثبتها لك اهو، خد بقى القاعده واحفظها وخلاص. ان دايما لو عايز ادرس اي حيطه
الافضل الاكسنتريستي تروح ناحيتها، يبقى الاكسنتريستي ناحيتها ناحيه الحيطه، فالافضل تحرك السنتر اوف ماس ناحيتها عشان الاكسنتريستي تروح ناحيتها. خلاص كده عرفت انا ازاي بحسب. عندي بقى يا باشمهندس سؤال، اتفضل. انك بقى عايزني نبقى فاهمين قوي يعني، اتفضل. هو ليه الاي بتنضرب في البعد عن السنتر لاين بتتقسم على الاي اكس تربيع زائد الاي واي تربيع، ليه ما ضربتش في القانون ده؟ القانون ده اساسا بتاع ستيل، لما كان عندك كونكشن في ستيل وفي مسامير وعليها ام بيدور حوالين المسامير، لو عايز تجيب الكوع على المسمار كنت بتعمل ايه؟ نفس القانون، الام مضروبه في الانيرشيا بتاعه المسمار في بعد عن السنتر اوف ريجيدي على مجموعة ده، نفس المقام حتى. فاكر القانون ده في ستيل؟ يعني بس الملخبطني شويه، ان الام بتاعتنا ما بتتنقلش الحوايد بالام بالانيرشيا، نسبه الانيرشيا، لان كل حيطه بعدها عن السنتر بيأثر في الام بتاعتها او بيأثر في التورشن ده. توقع تاني، جيب نفس الكرتونه وقرب الدبابيس من السنتر لاين، قرب دبوسين مثلا من السنتر لاين ودبوسين بعاد، هتلاقي ان الدبابيس البعيده دايما بتقاوم اكتر لان الام تورشن بيأثر على الحواف اكتر، وكل ما تقرب من المركز المسامير دي مش هتقاوم. هو ده اللي انا عامله، ان نسبه الاف روتيشن بتبقى كبيره قوي كل ما بعدت لان بضرب في الاكس البعيده، وكل ما تقرب تقريبا التورشن الحائط القريب من المركز دي مش هتقاوم التورشن، لان التورشن يطار بيزق المباني من الطرف، فعشان كده عملت القانون ده. تمام كده؟ طب تعالى بقى نطبق الكلام ده في المساله بتاعتنا، عايز احسب بقى الاف ترانسليشن والاف روتيشن، واروح احسب للحيطه اللي اسمها دبليو واحد بس. في الامتحان الراجل بيحدد لك حيطه واحده، فانت بتشتغل على الحيطه دي بس اكنك مش شايف الباقي. فتعالى كده نتكلم على الحيطه دبليو واحد. كان عندنا اف بيز وعندنا ام تورج، انا عايز الحيطه دبليو واحد بس. الاف بيز هتاثر على الدبليو واحد باف ترانسليشن لفوق وزيها في دبليو 2. اتفقنا بقى ان الحوائط اللي في الاتجاه اف بيز هي اللي هتقاوم. الام تورشن زي ما قلت لك من شويه، ده بيدور مع العقارب يروح يسلم على كل حيطه ويديها اشارتها، فدبليو 1 هيديها اشارتها لفوق، دبليو 3 اشارتها اليمين، دبليو 2 لتحت، ودبليو 4 للشمال كده. انا بتكلم على دبليو 1، فدبليو 1 هي الحيطه دي اف ترانسليشن زائد اف روتيشن. فالاف ترانسليشن بتاعتك الاي بتاعتها على سمشن اي في الاف بيز، الاي بتاعتها بخمسة واربعة، سمشن الاي خمسة واربعة زائد 3.125 اللي هي الايات اللي بتقاوم الاف ترانسليشن بس مضروبة في الاف بيز، فيبقى خمسة واربعة على خمسة واربعة زائد 3.125 مضروبة في الاف بيز اللي هي 1805، يطلع الكلام ده معاك ب 1143.88 كيلو نيوتن. ده الاف ترانسليشن. طب الاف روتيشن، قال لك الاف روتيشن من القانون ده كل عايز الحيطه دي يبقى الاي بتاعتها في بعدها عن السنتر اوف ريجيدي على المقام في الام تورشن، يبقى بيساوي الاي بتاعتها ب 5 و4 بعدها عن السنتر اوف ريجيدي ب 6 و6 على المقام اللي تحت اللي هو 700.85 في الام تورشن اللي هو 3096 اللي حاسبه من فوق اللي هو الاف بيز في الاي ديزاين، يطلع الكلام ده معاك ب 155.71 كيلو نيوتن. يبقى الخلاصه يا باشمهندس ان القوه النهائيه على الحيطه والواحد عليها قوتين، قوه اسمها اف ترانسليشن وقوه اسمها اف روتيشن. فالاف النهائيه بتاعتهم بكام؟ بالاف ترانسليشن زائد الاف روتيشن، زائد او ناقص المفروض، بس احنا في المساله بتاعتنا زائد الاثنين زائد بعضهم، يبقى هتجمع ده اللي هو اف ترانسليشن زائد الاف روتيشن يطلع معاك ب 1299.6. لو ناقص اهمله بقى يا باشمهندس. ايه؟ تقول ايه؟ لو ناقص اهمله عشان يبقى كريتيكال. لا لانه موجود ما ينفعش تهمله، بس هو عمره ما هيطلع ماينس لان انا باخد الاكسنتريستي في الاتجاه اللي يخليه موجب اصلا،
هو دايما هيطلع موجب. يعني لو بدرس دبليو 2 مش هدرس الحاله دي، الحاله دي كده مش كريتيكال، مش شرط يطلع موجب. كنت هنا للسنتر، السنتر اوف ماس الناحيه الثانيه، فكان الام تورشن زي ما شرحتك من شويه يديه الاف روتيشن لفوق، وبالتالي دايما هي موجب. يعني السنه دي المفروض ما تحطهاش اصلا. ممكن الاي مينيمم تطلع اقل من الاي بتاعت ال ده بقى دي حاله بقى دي حاله خاصه. لو الاي مينيمم كانت اقل من الاي ساعتها فعلا ده هيبقى بالسالب غصب عنه. ما في الحاله دي الدكتور قال لك نهملها بحيث ان احنا ناخد الحاله الكريتيكال يعني. طيب يعني الدكتور قال نهملها؟ نهملها لو كانت سالب يعني. طيب خلاص، يبقى يا شباب لو كانت على الحيطه بالسالب اهملها. لو الحيطه بتاعتك واخده اشاره اف ترانسليشن غير الاف تورشن، نهمل الاف تورشن تمام ونستبعد الاف ترانسليشن بس. بس تتاكد 100% ان حتى لو حاولت سنتر اوف ماس الناحيه الثانيه مش هيديك ان الاف روتيشن اللي فوق. يعني لو امتى يحصل ده؟ لو الاي بتاعتي اكبر من الاي مينيمم، فتيجي تعمل الاي مينيمم الناحيه الثانيه تلاقي ان برضو لسه السنتر اوف ماس على شمال السنتر اوف ريجيدي، فلسه الام تورشن زي ما هو. الخلاصه انك تجرب بس في دماغك كده السنتر اوف ماس، لو كبرت الاي بالاي ديزاين، اتجاه الاحمال على الحيطه اللي هو عايزها عامل ازاي. طب لو نقلت السنتر اوف ماس الناحيه الثانيه، لان ايه الناحيه الثانيه، او لو خدت ان الاي بتاعت الديزاين بتساوي الاي ناقص الاي مينيمم، اشوف هينقل الناحيه الثانيه ولا لا. لو ما نقلش فتظل اشارات الحائط زي ما هي، ويبقى بالتالي ههمل الاف روتيشن. فانا بجرب الاول قبل ما اهمل، لان ممكن حاله من الحالات يديك الاف روتيشن اللي فوق. بجرب جميع الحالات الممكنه، فيبقى الاف بتاعتي ده زائد او ناقص ده، فيطلع ب 1299 اللي هو عندنا الاثنين مجموعين، فهجمع ده زائد ده يطلع ب 1299. طب دي الاف اللي بتاثر على الحيطه. طب المومنت اللي بيأثر على الحيطه بكام بقى؟ انا لو عندي دي الحيطه في الاليفيجن، فارتفاع الحيطه دي لحد الاساسات هو نفس حسبناه المره اللي فاتت واحنا بنحسب الاف بيز، كنا مسمينه اتش، اللي هو كان طالع معانا ب 28.8. ده ارتفاع الحيطه لحد الاساسات. انا جبت اف بقى، الاف دي بتاثر فين؟ فاكر لما قلت لك ان الاحمال في المبنى بتاثر كمثلث اللي هي الاف بيز الطريقه التقريبيه، قلت لك ان الكلام ده بيأثر كمثلث كده، قاعدته فوق وراسه تحت، فالاف بيز بتاثر في سنتر لاين المثلث، ودي اللي جبتها. الاف على الحيطه بتاثر في سنتر لاين المثلث، وده اللي انا جبته. طب عايز اجيب العزم عند اقل قطاع تحت خالص، عند القطاع اللي تحت خالص عند الاساسات، واللي احنا بنصمم الحيطه عند الكريتيكال سيكشن اللي هو تحت عند الاساسات. قلنا المره اللي فاتت عشان نجيب العزم ده بنعمل ايه؟ بنضرب في تلتين الاتش دي، فانت الحيطه بتاعتك شايله اف، قيمته الاف ترانسليشن زائد او ناقص الاف روتيشن، وشايله كمان مومنت. المومنت ده بكام بقى؟ الاف في تلتين الاتش من الرسمه دي. انا اعتبرت ان القوه بتاعتي. نعم؟ سؤال بس. اتفضل. هي دي القوه النهائيه اللي احنا جبناها؟ دي القوه النهائيه اللي احنا جبناها في اتجاه واي. طب ما احنا ما خدناش كده تاثير ال 30% من الحمل اللي في يعني اللي بيعمل تورشن؟ طب ماشي. كمان شويه. ماشي. خلاص؟ خدني كده على الهالي معلش. فالاف بتاعتي اللي بتاثر على الحيطه نتيجه انك تدرس في اتجاه واي ب 1299.6، والمومنت اللي على الحيطه عند الاساسات بنفس القوه مضروب في تلتين الاتش دي، فيطلع ب 24952.13. كده حسبت الاف والام. كلام جميل. خلصت كده الحيطه في اتجاه واي. طب تعالى اما ندرس الحيطه كمان في اتجاه اكس، نفس الحيطه اللي هي دبليو 1،
كده خلصت الحيطه في اتجاه واي، جبت لها اف وام. طب لو عايز ادرس بقى الحيطه في اتجاه اكس، المره دي القوه هتاثر في اتجاه اكس. نفس الخطوات رسمت، نفس الخطوات بالظبط، رسمت البلان، حسبت القيمه، حسبت الاي. الاي بكام بقى؟ ده انا عندي السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي، انا هحط القوه في اتجاه اكس، يبقى الاكسنتريستي بتاعتي اكسنتريستي واي. خد بالك من ده، انك لو بتحط القوه في اتجاه واي فانت بتتعامل مع السنتر اوف ماس كاكسنتريستي اكس. امال لو انت بتحط القوه في اتجاه اكس، يعني لو بتدرس القوه ان الاف بيس كده اتجاه اكس، فقال لك يبقى سنتر اوف ماس يتحرك لفوق او لتحت اتجاه واي، يبقى حركه السنتر اوف ماس عكس الاتجاه اللي انت بتفرضه او الاتجاه اللي انت بتدرس فيه. فيقول لك ان الاي بتساوي القانون اللي احنا كنا جايبينه من شويه. للاسف بقى الواي سنتر اوف ماس والواي سنتر اوف ريجيديتي الاثنين بنفس القيمه، يعني الاي بصفر. معنى كده ان القوه اللي هنا دي اللي بتاثر في السنتر اوف ماس في نفس الوقت هي بتاثر في السنتر اوف ريجيديتي. ده لو كان الكود ثابت وقال لك خد الاي اللي انت طلعتها وصمم بيها على طول. للاسف بقى الكود بيرخم، او مش بيرخم، بياخد في اعتباره حالات تحميل اللي انت ما خدتهاش في اعتباره. فيقول لك يبقى السنتر اوف ماس ده حتى لو هو منطبق على السنتر اوف ريجيديتي فانا المفروض احركه بمسافه اي مينيمم لفوق او لتحت حسب الحيطه اللي انت عايز تدرسها. ركز في ده. قال لك يبقى الافضل السنتر اوف ماس يتحرك لفوق او لتحت. قال لك بص، طالما الازاحه بتاعتي بصفر فانا بفرض الازاحه اي مينيمم في الاتجاهين، وبشتغل على الاتجاهين واشوف الام تورشن هتديني الاف روتيشن عند الحيطه اللي انا عايزها بكام او اتجاه عامل ازاي، واخد الاتجاه ده. هفهم كمان شويه الكلام اللي بقوله ده ايه. فانا عندي دلوقتي السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي منطبقين على بعض، بس الكود قال لي لا، لازم تزيحوا السنتر اوف ماس بمسافه اسمها اي مينيموم. فتعال نشوف كده، هزيحها الاول في الاتجاه الموجب، يعني الاف اللي بتاثر هنا هتتنقل، الاف اسف اللي بتاثر في السنتر اوف ماس هتتنقل للسنتر اوف ريجيد اللي تحت ده بقوه وعزم. طب قيمه الاي مينيمم بكام؟ 5 من 100 في ال. ال دايما هو الاتجاه العمودي على الدراسه او الاتجاه الموازي للاي مينيمم اللي انت عايز تحسبها. فيبقى 5 من 100 في 17 يديك 85 من 100. يبقى لو عندك اتجاه الإزاحة اللي اسمها إيه بصفر، لازم تدرس الإيه مينيمم فوق وتحت، مرة فوق ومرة تحت. تعال نشوف كده، فيبقى الإيه ديزاين بكام؟ إيه زائد الإيه مينيمم، فيطلع بـ 85%. أنا ماشي نفس الخطوات على فكرة. بعد كده حط القوة في السنتر أوف ماس اللي هي فوق، وبعدين انقل القوة للسنتر أوف ريجيديتي بقوة وعزم. أدي القوة ب 1805 وادي العزم، لان القوه دي هتتنقل لتحت هتتنقل بعزم كده، اسمه ام تورشن، بيساوي الاف بيس في الاي ديزاين. اهو يا ريس ضربت الاف بيس في الاي ديزاين طلع ب 1500 وشويه. طب عايزين نوزع الام تورشن ده وعايزين نوزع الاف دي كاتجاه بقى. الاف بيس في اتجاه الاكس هتاثر على الشير وول الافقيه بس، ده الترانسليشن اللي هو النقل. فالاف بيس ده ايه؟ هتتنقل هنا وهنا ترانسليشن وترانسليشن، والحيطه دي والحيطه دي مش هتاثر بالترانسليشن. امال الحوايج كلها هتتاثر بالتورشن، فالام تورشن دي هتدور على كل حيطه وتديها اتجاهها. فهو يا ريس لو خدت بالك دي بتدور مع العقارب، فالول واحد اثر باف روتيشن الناحيه الثانيه لفوق، وهنا كده يمين وده لتحت وده شمال. كده انا درست المبنى بتاعي
لو حركت السنتر اوف ماس لفوق اي مينيمم. وعلى فكره لو هو عايز ده بواحد فانا كان الافضل لا احركه لفوق لان الاف روتيشن اهي لفوق اهي. والحاله الثانيه اللي في اتجاه اكس كان برضو لفوق. فدي الحاله الكريتيكال ان يبقى الاتجاه بتاع لفوق. فانا عملت نفس القاعده اللي قلتها من شويه. لو عايز احرك السنتر اوف ماس بحركه ازاحه ناحيه الحيط اللي انا عايزه. فانا كنت ممكن كده اقفل المساله وخلص. بس انا عايز اثبت لك بقى ان لو انت كنت فرضت السنتر اوف ماس تحت كان الاتجاه هيعكس وده مش كريتيكال. فتعال نفرض كده ان السنتر اوف ماس لتحت، يعني السنتر اوف ماس ده انزاح لتحت، فيبقى الاف بيز هتاثر فيه، هتتنقل بقوه وهتتنقل بعزم عامل كده عزم عكس ده. فاشارات التورشن اللي على الحوائط دي هتتعكس، يعني كل حته هتبقى شايله العكس. فبالنسبه دول ده بي واحد. لو انت هتاثر باي مينيمم لتحت فالاف روتيشن هيديك قوه لتحت، وده كده مش كريتيكال لان انا هاخد ده كمان شويه هجمعه على اللي فات بنسبة. اقول لك النسبة دي بكام. فانا كده يا باشمهندس لو بدرس الحيطة ده بواحد بس دايما اذا حاتك الاي مينيمم خدها في اتجاه الحيطة ده باختصار. ليه؟ السبب ايه؟ عشان يبقى الاف روتيشن في نفس الاتجاه بتاع الاف ترانسليشن فينجمعوا على بعض وده الاكتر. فانا حسبت الاف بيز والام تورشن، عايز اوزع على دبليو واحد بقى جزء من الاف بيز وجزء من الام تورشن. مبدئيا كده بالنسبه للحيطه اول واحد الاف ترانسليشن عليها بصفر لانها مش هتشيل اي ترانسليشن وهي بدرس في اتجاه اكس. ده اللي هيشيل الترانسليشن الحوائط الافقيه بس. يبقى الترانسليشن على الحيطه دي بكام؟ بصفر. طب الروتيشن بنفس القانون اللي فات هيطلع معاك ب 77.18%. اتجاهه لفين؟ لفوق. لان وانا بحسب دبليو واحد دايما بزيح الازاحه ناحيه دبليو واحد. يبقى القوه النهائيه على الحيطه دبليو واحد نتيجه انك درست في اتجاه الاكس عندي قوه واحده اسمها اف روتيشن اللي هي ب 77.18%. لان الاف ترانسليشن بصفر. الاف ده هي بتاثر في الحيطه، عايزه تعمل مومنت. قلت لك قيمه المومنت دايما بكام عند الاساسات؟ بالقوه اللي بتاثر في تلتيل اتش. فيبقى الاف في تلتيل اتش يطلع معاك ب 1481. كده يا باشمهندس انا جبت الحيطه دبليو واحد حمل ومومنت لو بدرسها في اتجاه الواي، وحمل ومومنت لو بدرسها في اتجاه الاكس. اصمم بانهي واحد فيهم الدبليو واحد؟ ما اعرفش. هل اصمم بالكبير واعمل الصغير؟ ولا هل اجمعهم على بعض؟ الكلام ده كله ان شاء الله موضوع السكشن الجاي. انا لحد دلوقتي وصلت لك ان الكل حيطه من الحيطه دبليو واحد لو حطيت الحبل في اتجاه واي عليها اف ومومنت، ولو حطيت الحبل في اتجاه اكس فعليها اف نتيجه التورشن اسمه اف روتيشن ومومنت برضه. فعندي كده الحيطه دي في اتجاه اكس اف ومومنت، وفي اتجاه واي برضه اف ومومنت. اخد اني واحد فيهم في الديزاين؟ خلي السؤال ده في دماغك المره الجايه. هل هجمعهم على بعض ولا هل اخد الكبير واكمل بيه؟ فده ان شاء الله موضوعنا السكشن الجاي. السكشن الجاي هيكون سكشن اضافي. السكشن الاضافي ده ميعاده ان شاء الله بكره. تمام؟ بكره الساعه كام؟ هبلغ المناديب ان شاء الله النهارده بالليل لحد اشوف بكره انا مواعيدي فاضيه امتى. مش هينفع النهارده لسبب ان انا عندي سكشن الساعه 2:30 وعندي سكشن الساعه 7. فانا مش فاضي خالص النهارده. ان شاء الله السكشن الاضافي بكره هيكون بكره. طب هيبقى بكره في الساعه كام كده يا باشمهندس؟ عشان خاطر انا يعني بعد 11 مش هعرف احضر. بعد 11 ايه؟ الصبح. مان
مش ببقى